يا ابني في ايه؟ ايه يا جامدة؟ اوعى خلي بالك خلي بالك يا ابني الموتوسيكل اللي بثلاث عجلات ده انت طفل يا يلا 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 سامر كده وقف وقف خلاص خلاص وقف بقول لكم ايه مش عايز حد يتاخر عايزين ننصب العده بدري محمد صلاح لو اتصاب الناس هتضربنا بالبولغ على دماغنا يا عم ولو اتصاب شغل لهم ماتش بسرعة حريمي كل الناس هتغير عناوين بطايقها على القهوة بسرعة حريمي يا جدعان عيب دي قلة أدب بس يا ابنة يلا طفل على الله يلا انزل انت اعمل شوية الحبشتكنات دول ها ماشي عشان بالراحة بالراحة يا ابني بالراحة احنا مش مستعجلين جبريال باطل جبريال يا ابني بالراحة 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 بيتك وخرب بيت سنينك ولا حموتشة ولا حموتشة